على صعيد اجتماعي الآن تناشد عائلة المريض شمس الدين المنحدر من ولاية أم البواقي السلطات والمحسنين وذوي القلوب الرحيمة التكفل بابنهم ومساعدته على إجراء عملية جراحية، حيث تعرض الطفل لحروق خطيرة على مستوى الرأس ما نتج عنه تشوهات خلقية أزمت وضعه وأصبحت معاناته مضاعفة، علما أن شمس الدين من ذوي الهمم. التغطية لعبد الرزاق نزار. لما اسم زيد تمو عام في عمره صرا لي الحادث في الدار، كنت مداير ما عندناش الغاز حنا هنا اخي، قلت لكم الحكايه راه الكل ما عندناش الغاز. خرجت تموت نشرب القش، انا تما رحت الفيلاج شعلت الزربيه هذيك، هو كان راقد صغير ملايكه في عمره عام، تحرق شعره هنا كيدير العام نزينوا له، تحرق كي تحرق زيت، وانا زيت وديت العين كرشاين كرشاين قبوني العين الليله عين الليله قبوني القسنطينه. المطلب تاعي انا نحتاج نشخص الطفل هذا المرض نتاعو، مثلا لا كان لازمو عمليه هنا يديروها له ولا كان في الخارج، وما عنديش الظروف تاعي ما تسمحش نشوفوا واحد اي انسان يتكفل بيها والدوسي يا خويا هام كواغطو نهزوا الطفل نديوه للوبيطال يديروا له والله يمشي وجهونا للجوره.